تتواصل انطلاقاتنا ايها الحظ الكريم بعدما شاهدنا ايضا الاشواط صندوق فتهانينا وناموس للاخوه الذين حصلوا على المراكز الاوائل. ينطلق اول اشواط اخواننا السودانيين في هذه الاثاره وبهذا الانطلاق مع الابكار مقدمه الشوط. المركز الاول شواهين محمد عبد الباقي، مع المركز الاول يقدم شواهين مع صداره ومع مقدمه الشوط في هذه اللحظات وبهذه التحديات. الله، شوف هناك، لكن ايضا هناك بلقى قطنه صلاح ابو شعر يتقدم مع المركز الاول. مركز ثاني، شوف القدوم في هذه اللحظات، وبلقى ايضا النشميه وحيدر حسان يتقدم بدوره او مع المركز الاول. حيدر حسان قاد الله ايضا يتقدم، لكن اللي غيرت في هذه اللحظات ايضا اللي هي النشميه حسان. حيدر حسان يتقدم بدوره مع المركز الثاني في هذه اللحظات. شوف بقيه الاسماء، لكن نعود مع مقدمه الشوط مع المركز الاول في هذه اللحظات وبهذه التحديات. قطنه يقدمها ايضا صلاح ابو شعر مع المركز الاول. ما شاء الله، راحت قطنه بهذا الانطلاق بهذه التحديات بهذا الشعار. مشكور يا ابو شعر على هذه المشاركه وعلى هذا الانطلاق الرائع والجميل. ما شاء الله، قطنة الناموس، قطنة الناموس. وين السلامات؟ وين السلامات؟ ما شاء الله، أهالي بودريك، أهالي بودريك ما شاء الله يستاهلون التحية من قلب الحدث. فتهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. صلاح أبو شعر مع المركز الأول. المركز الثاني أيضا النشمية وحسان، حيدر حسان مع المركز الثاني. المركز الثالث الوصول عند أيضا مشاهدنا الكرام اللي هي بروق ومحمد عبد الباقي مع المركز الثالث. هذه هي نتائج مشاهد الكرام توقيتنا الزمني في هذه الإثارة مع قطنة. صلاح أبو شعر يستاهل التحية وسلامات لأهالي أبو دريك. دقيقة 47، تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار.